أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المرتقبة اليوم الغد بإذن الله، حيث ستعرف المناطق الشمالية من الوطن موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة، تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خاصة على المناطق الداخلية الوسطى والغربية. خلال الصباح تبقى الأجواء مستقرة صافية على المدن الشمالية وحتى بالمناطق الجنوبية. خلال المساء ظهيرة هذا السبت بإذن الله الأجواء أيضا تبقى عموما مستقرة صافية على المناطق الشمالية من الوطن، عدا بعض الرعود المنعزلة بمناطق الهضاب العليا الغربية حتى بمرتفعات الأوراس وأقصى الجنوب الجزائري، مع تشكل زوابع رملية بوسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي من الوطن. درجات الحرارة المسجلة خلال الصبيحة بحول الله، درجات الحرارة دنيا ستصل 27 درجة بتندوف 28 على أدرار وعين صالح، 26 درجة بورقلة وحسن سعود مسجل 24 درجة، بتمنى 22 بإليزي وجانات مسجل 30 درجة، بعين قزام 20 درجة، بالجزائر العاصمة 18 على السواحل الشرقية و 22 درجة على أغلب المناطق الغربية. خلال المساء درجة الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة هذا السبت ترتفع بالنسبة للمناطق الشمالية، حيث تصل حتى 37 درجة بتلمسان 40 درجة على سعيدة على عين دفلة على سيدي بلعباس أيضا وتيزي وزو، 32 درجة بالجلفة على الغواط أيضا، 34 درجة بقسنطينة بسا سطيف قالمة، 30 درجة بعنابة، 34 درجة بالجزائر العاصمة سجل 46 درجة أعلى مقياس، وهذا على أقصى الجنوب الجزائري ببرج بجي مختار وعين قزام 45 درجة على كل من عين صالح أضرار ورقان. حالة البحر ليوم الغد بإذن الله، بحر يبقى مستقر، بحر هادئ على السواحل الوسطى الشرقية وحتى الغربية، رياح مختلفة الاتجاهات وسرعتها لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. نختم نشرة بها الورقة الفلكية، وقت شروق وغروب الشمس بها الجزائر العاصمة وضواحيها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.